وبعد، أوصيكم عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أحبابي الكرام، ولا ليال، إلهي سبحانه وتعالى وحكدك صلاة شنطة ركن اللبات يا أركان الإسلام. صلاة وحوي الصلة بين العبد وبين ربه، وحرير كود حيا الدونك يا ربي سبحانه وتعالى، واتيرك إسلام، وشيء يودن بين نبينا صلى الله عليه وسلم ومدي سودر دارمي أمرك أدوك وكتغي الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم نبي صلى الله عليه وسلم. وشيء نبينا عليه الصلاة والسلام كتل ما مكتغيتان كي سينو يهي كفر يقالمو وهو النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بلنك يأحدك نودح يعني يددك وحوي صلاة داس قفك كتك وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام عبادة سقيمها بلن أديت سيدوات كيسي ويسيك العلوس ته وحاوسي العلوس أو سيقوني أهل نوفرين أنه إلى لأنه صلاة في الصبح هي صلاة عصر. ولهذا أبو نبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. قفكي لبضع حليه قبوه أما لبضع قبوه قفكي تكلا شندو قلي أبو نبي عليه الصلاة والسلام البردين وحلوك إلى صلاة عصر يوم صلاة الصبح. وحارنا أولا ليال إن شاء الله تعالى خد بدأنا كسو قال النوع وحيابها إنه عاوينيا إنه صلاة الصبح حل قيدي تكنو جمعنا كتكنو وآيو ما أنتو حان أركي إن صلاة إن أي ديعنت أو ضد بناني صلاة داسي أي كو عرستهاي أو يكسي حانيا وحالك يسا مساجد دي أو سكمران أو صف أما الصف هاف كي كنت كان يان صلاة الصبح ومساجدي وحوي ووناء حافظها كل حيالي الجمعة بالحسمي حلية رمضان كبالحسمي صلاة الصبح أيها وحد أركيسا إن حلية كلية رمضان كان هين وحد كنت كان يويا الصف أما الصف بركي هذا يقبل طلب الصف وارن عن أركينو المسجد والبانكو أركينو تاسي وحيت الماما يساعدتك وين صلاة الصبح كسر يا حنايان ضدك المغرب كمساجد كبوحين هي حاجة وكعب أيضا نكسون هي وربا مغرب ك ضدك وحالقة يا بقار بدنين شقكم مقيين مسوقكم مقيين لكن صلاة الصبح قف وربا قريش سوتشوا هذا أنا مساجد يوم مرنت مركا وحرمنا إن شاء الله تعالى بل إنا أرنتاس كهذا الله أسبابه أنه عاون لها صلاة الصبح إلى أرنت هذا ولا لي أرنتين أسبابها الشيء صلاة الصبح إلهي سبحانه وتعالى وعكوت المامي قرآن الفجر سيقون إلهي سبحانه وتعالى أحسي إلهي وحوري أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وحال نبي أوكتا صلاة لقب الله بحلق عبعيد أي لكك البيت كاها وإيلته بعد الزوال لقب الله إلا هبينك إلى غسق الليل إلى مقدق هبينك اللي قاعد هلك وحاسوك لي أفر صلاة دورك عصرك مغرب يعشي تبيت الله وحلو وقرآن الفجر صلاة صبحنا وحوي أوك إن قرآن الفجر كان مشهودا ملائكة صوحة درس إلهي هذا بوحا نسويدين إن صلاة صوحة محلوة المامة قرآن قرآن كي فجر كمحلوة المامة علماء الوحيدة لكثرة ما يتلى فيها من القرآن
وايو وح بدن القرآن لو آخر يا صلاة الصبح والنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ودارين شري وعكوش تكون شري ما بين 60 إلى 100 لحدا إلى بقول أيضا أنت ولا حيس هذا بإله سبحانه وتعالى سجوني وحصي صلاة الصبح وحول إله نوت المامين ملائكة صاح عذريسو صلاة الصبح جمع لبوت كريو إن الملائكة جوبتو كتها بإله نوت المامين تحسن وحيد السنة سقيمة هي منزل إله يكتسي كلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أرك إنوفا فهي وحولي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وحسوكين عربنا يسبدلي ملائك هبينك إذا لتشوبتا يا ملائك مالنت إذا لتشوبتا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ملائك تاسين وحي كل ميان صلاة الصبح هي صلاة عصر طب يتعلم النبي عليه الصلاة والسلام كوي هبينك إذا لتشوبي أيا صمد أوكعيا صلاة الصبح مركي لقارو أي صمد أوكعيا طب يتعلم الله سبحانه وتعالى ويديني أصلوا أوحوا قال بدن أدومه يسا هذانا أيو سؤال شو يديني يا كيف وجدتم عبادي أدومه يسا كأركتين أذكر كلنتين مركز وحليهن تركناهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وحان أطقنا أيو صلاة عصر تكنيا وحان كسر أطقنا أيو صلاة الصبح تكنيا ملائكة عصر كينا سلا صوكلا أيو الله سبحانه وتعالى ويديني يا أساسا وجوابيا halkaas marka laba malaa'ig isku bedelayaan ama labada kooxood ee malaa'igtu xiliyadaas is bedelaan hadaw walaal asbaabaha inagu caawin kara salaada subax inaan ilaalino oo waqtigooda tukano maxay tahay koow waxa kamid asbaabahaasi al ihtimam inaan salaadan aan daneeyno oo ihtimam siineyno oo daryeelayno waxa aad jicashay daneeyneysaa ku dhaafi maayo waxa hubaala waxa jicashahay ee aad aad u daneeyneyso sinaba ku dhaafi maayo sabab kasto oo aad ku gaari kartana waad ku dadaalaysa tusaalada ku soo qaado ardayga imtixaan loo balamiyo xilli muayyan waxa halkeysa ardaygaas xilli hore inuu imtixaanka u diyaar garoobayo isla markaana goobtii imtixaanka uu iska haadirinayo ayadoo waqtiiba la gaarin oo san haba yaraatay habsaameen maxay leeyahay wuxuu og yahay imtixaanka hadduu ka habsaameen u dhaafay marka uu daneeyay imtixaankaas xilli hore goobtii iska haadirinaya sinaba oga seexan maayo imtixaankaas kana gaabin maayo sidoo kale qofka musaafirka ah ee madarka ka duulaya waxa la leeyahay iska soo xadiri madarka intaan diyaaradu kiciin 2 saac ka hor waxa arkaysaa asagoo xilliga ama xilli ka horeeyo madarka iska soo xadirinaya sababtu maxaa weeye waa ihtimaam qofka uu daneeyaa waxa sadaf waxa laga yaabaa in uu maarta habeen ko dhan u sii diyaar garow u xirxiranayo safarkaas marka qofku wuxuu ku dadaalaa sidiisaba sina u seegi maayo marka waxaan leenahay dadka salaada subax ka seexanaya sababka ugu weyn ee salaada dhaafinay waxa weeye cadaad ihtimaam aslan ma daneeyaanba markuu seexanayaa qorsho ugu ma jirto markuu seexanayaa qorsho ugu ma jirto walidalik ay salaadu dhaafaysa maalin walba ilaahay subhanahu wa ta'ala nuxu leeyahay wasta'inu bis-sabr was-salaah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in صلاة إلهي وحكوت المامين يكون على الصهاي دتك مركي لجرها بدتك خاشعين تاه دتك خشوع صن قلب جود قوية هي أهل إيمان كهدت كاسي صلاة وفوضة هذا بقف كأن صاحب خشوع عهين قلب يسوع إنجيلية هي صلاة ويكون على الصه جارهان صلاة الصبح صلاة كلو أقع على الصه لكن قف كقلب يسوع قوية هي صاحب إيمان كأه يقين تقلب يسوع كبر حلو صلاة الصبح وكل راحة السنة يا وتشعل يا هي حل جيدي ولا قريب وبسيك عيا أو دي القريب يا مركة وتكري أنا وكل راحة السنة يا صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام عليه هي سيدا قصة البخاري أرحنا بها يا بلال
أرحنا بها يا بلال. حديث كان إمام أحمد داوري في مسنده بخاري مورني أرحنا بها بلال ونورها حي صلاة وله نبي عليه الصلاة والسلام. نحن نبي عليه الصلاة والسلام صلاة وكرة حي سنجري ما هي صلاة بدك علص أو نبسنجري أسباب تنوع عاوني صلاة الصبح وحاكمنا ولا ليال قفكو إنو صحة در صلاة ونيدي سأو هل يتشار حسوسيو يقلب جيسا فضلك نصوص تقص أرارتي صلاة الصبح يعني قفك كتغانا إن قودي أمك وقص أراري فضلك أسمو حسوس ناو قودي قفك كتغانا وحسوس ناو محاكم إلى قودي قاس النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح أولا فوليت صلاة أما والله قصة يحضو وحكوتي المامي علامتك من علامات النفاق يعني أستانت منافقين ووحد شعشا إن لقاهلو علامته النف منافقين ووحد شعشا إن النقطة قف منافقة وأما يا قف مؤمن وتشعر منافق إنه نقض متشلو هذا هو الليال صلاة الصبح قف كيف وضعت صلاة ومن علامات النفاق النبي عليه الصلاة والسلام سيد حديثك صحيح النبي وكتل ما مي صحيحين كسرا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حقا صلاة صلاة أبو علص منافقين توا صلاة عشاء صلاة الصبح هذا وقال لها يبو النبي عليه الصلاة والسلام منافقين تاسي وحكوا سوان لبضع الصلاوات وأجر يفضل يقيمة إلى أكتس وإيمان الله ينبولي ولو حبوا حتى قرقونا ذهبوا إيما دان سينا بصلاة من أغطتها أسبابه ولا ليال إنه وعاونا صلاة الصبح إنا جماعات كنتو كنو وحاكم له قفكو إنو نفتي سحسوسيو إنا يحلس وكوية هاي إن معلن تاس غير الوتيمادو إلا المعلن واك السكوب ليا وحلا يا معلن تيادوك قودا بيسنت هذا ولا ليال قفك مسلم كأح هديو حسوسية هاي إن معلن تاس صلاة الصبح وكس أغس يحضي أي صلاة الصبح وضيع عي أي غيرك يمانكت أو حتى غيرك تمادان إلهي سبحانه وتعالى وح الله أرتقي سجرين أو حجدي إلهي كوه انتهي وح ويرات إلهي كلها الله هذه الويدية فرض فرائد إذا كم إذا ما أنت ضيع عليه محاد كنت ضيع عليه إلهي محوه توابيا وحو لمن يقف كاسي أصوى خاتمة حن وحوه لكل مي أو حوي ضيع عي صلاة صلاة إلهي كم إذا أو فرض فرائض كم إذا وادم بكبيرة يعني صلاة أو كتجي وحيلم تأسيس أسوأ الزنايستي وحيلم تأسيس أسوأ خمر عبي وحيلم تأسيس أسوأ وحضي أتوبة بل أيذا كوين ولما ذو حيد أن هل صلاة أوقفك وكس أقطعه يبرد يفريدسي وادم بكبيرة أو كحن زندة يخمرة يكبائر تكلبا مركي لقى الرئيب النفط أو الديلو وذنب كبيرة ولا ليال مركي صلاة الصباح أو تقصي حاتو وحوي خاتم حموها دي أضمان انتا كل مات والعياذ بالله أرنك أفراد صلاة الصباح إنه عاونة ولا ليال وحوي قفك إنه استعماله وحيابها آلات كأهيق قفك توسيري ساعلها إيا موبيلات وحيابها كتيري آلات كأه الغمع منبه أما ألارم اللي داد حيابها استعمال هدي أدهر دعو لصة هدي حتى من إنك توسيني إن الله بأي يصدح لكم قلصه وقت يكل الدول كاهر هدات كنت توسيني إذا كان الله بأي نات كنت توسيني كسادة حالي نات كنت توسيني يعني وقت ينمان توحان هاي السنة آلات كان هاي السنة دات كورا مين هاي السنين أيها أنه قد ذا البناء صلاة الصبح ما أنت منبهات بان هاي السنة أنا كنت بحسي كرسا موبيلاوة حتى موبيلاوة ير كالي وحنا يستنى ساعة وحوي يقوم بحسك المنبهات كاس يعني أسبابها هاي السنة حتى صلاة صانو ضيع عين اسمالي هنت وحديك ارتوالالك أما صاحبك أما قف جار كاقا ورسالة نيو يتوسي ويصومر مكا صلاة وتوسط أسبابها ولا يلنوع وين يا صلاة وحاكم ده صلاة الصبح قفكو إلو هرئو سيحلو أرنت وحاسليه قضب الله ومهم سربي كميته سببتو دادك انت بلن وحا صلاة الصبح وقال سيحانيا أنا مضي عيان وحاوي إن أي وقت دم سيحانيا سوتيت كيبا لديرينيا وحاليا وقف كيلو سيحل كوي يتوانك هبيني وأما لبي يتوانك تاتك قارو حيقاليا بكو ذا يلا ماذا هبيني تاتك هدباع حليا سيحانيا
صلاة الصبح يلا الساعة أما الله بس ساعة مصدح ساكار سنتاي كنتي وألك تين وصوت وصام ما حي لقف كي هردو عروس بقليا مركز صلاة ساس كل عفيسا عذر دارنا ما لا إله أبتي سمعنا أنت قيامه إنه ما ركت سمعنا كسر هردو كده يعيش ترى صلاة الصبح أصله هبين كي حل الدم بس يحشري هبين كسته وحول حل الدم بس يحن صلاة الصبح ساس كل عف هبين كسته حل الدم بس يحن صلاة الصبح ساس كل عف إلى أبتي سعود دارك مهلي ساس مركو ولا ليال وحوي وقتي هره الله سيح وصوبته النبي عليه الصلاة والسلام وحسيحان شري صلاة عشان مركو تكذو هردد النبي عليه الصلاة والسلام كبر رأي شري ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سوكي عشري حل هره وقيام الليل كسوكي عشري وساعة دار تكن شري إلى صلاة الصبح لا يقارو كده من صلاة الصبح وتكن شري إنك نسكت عف صلاة الليل ما أنتو حال سكوتها قلاية صلاة دي فرض كاعد أيال سكوتها قلاية الله المستعان أصلابه ولا ينوع وين صلاة الصبح إن إلى النوع كمدة قف كأنه نفتي سحسابيو هدية صلاة الصبح كنافتو نفت هذا هديني ويدي صلاة كنافت بارتان كسمة محا كأني صلاة الصبح إن يدافت محا نوقع سحري سؤالها يسويدي وايو مركي النفت هذا حساب الصو نفت هذا ويسويت سنيسا نفت هذا مركي أتكون عقابته إلهي فرد كيسة يضيع ذي نفت هذه وحوي وتوبت كينيسة لكن نفت هذا هذه أسكديس أي صلاة يضيع له صلاة الصبح كسر حطه أو أسكديس برينا واحد كسر عنده أنت صلاة عصر ما عند دمن واحد كده بدون صلاة هي كله مركز دمن واحد نقول أنت وقف حرق إلهي قوي أو حوي مدبرة أي نقول أنت مركز نفت هذا حسابي نفت هذا حتى صلاة جمع كل حسابي هذا حتى قريه كنت كتير وحوي واي قريه أوت كتير ما حي لي قف كمومين كوحلو بب هني هينو جمع كنت كده ولوقتي نك نبي مد عليه الصلاة والسلام أسوأ إن دولاه ويا رسول الله وحد إذا أنت إنا كنت كده قريه واي نين إن دولاه راح هاي قف يهجر ما هيستو ما كيف صحينا قريه كنت كده نبي محمد عليه الصلاة والسلام واي هيم تبا ترى مركو تشي سدب وير النبي عليه الصلاه والسلام وحول هل تسمع النداء اذانك ما كسو غاد ما منقشا معناها اذانك ما ودو مساجدك غريا مسجدك ما ودو يهاي اذانك ما مقليسا مركاس يقول نعم مركاس النبي وحول عليه الصلاه والسلام فاجب هذا بس اجب صلاته لا اجد لك رخصه رخصك وري ماي وان من دولا بلا دو فيرس اي النبي عليه الصلاه والسلام ساكلين ما انت رددك دلينيرتا اها ee mufsiriinta ilaahay caafimaad siinno lixdo la xaqbay ayaa salaadahi dayacaya oo jamci dayacaya war ilaahay ka cabsano war ilaahay u toobad keen nabiyullahi suleyman alayhi salaatu wa salaam maal maalma kamida waxaan tusaale soo qaadanayna qofka inuu naftiisa ku xisaabiyo salaad haday dhaafto ama jamac haduu dhaafo bal tusaalaha nabiga alayhi salaatu wa salaam anbiyaad ilaahay ee waa weyn kamida bal u fiirso نبي الله سليمان أيوة حلاك يعني فرضا آدم قيمة بدن أصوره فرضها آدم بوش على وايو فرضه هو قائد سكر الجهات فرضه وانك سناء قيمها بدنا فرها بدنا أن عصر الله يعني دبيتنا وكم مشغول فرضه ترين تودي يأتيان كودي يتجابلو دي أيو كم مشغول إلى عبادة دعوة مركزو بلالو سلاادي عصر انو توكنين مركزو نفتيسي مركي بعانته وديبا ولاط مركزا الى القران كنا او شيغ وحور عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق نفتيسي بعانته ورم سلاادي الهي بك يوم مشغول وحوغا يرو ادويه ايسو عيل فرضها سليك فردي بو فردا مانتود إلا بقون جويو لجورعه سيدي بالوود جورع فردي ما الدنيا يربى يوم مشغول سيحوا جاء الدنيا أيا صلاة يربى يوم مشغول سيبود بلو فرس النبي على السؤال في السؤال حسابي إن أنا مانتو ولا ليال صلاة بلن بلغي أما جمعنا أن كنت كريم أما صلاة سبحان كسر يحن نفترنا إنه ويديني شحوا يرو الدنيا أما خسارة الدنيا دون سؤال قارنا نفترنا ما كحسابنا خسارة مركويين
حقيقيمت شركة سيدا في محاكيني واسويدينا وحيرو الدنيا هادو خسارة قيمته مرك والله يا إلهي سبحانه وتعالى أن كعب صنو نفتنا نديب أنا أقول لعبنا دتكو مرك لا في رسالة الصبح سيد كويهين وأفر قيود بل أفر تا قيود دتك مساجد كتير هذا ما أنتود أفر تاس ميت كمينه ميجليان بل هذا نفت هذا في رسالة ميت كات كتير تو قفك كوبادي وحوي يا مقيبت كوبادي وادت صلاة الصبح إلى علينا جمعنا كتو كنيا رجيت دمر با رجعتي هنا جمع كتو كنيا دمر كانوا حوي بيوه إذا كتو كنيا حل جدي بيتو كنيا وادت صالحين وادت كاس وادت أهل إيمان وادت نصيب بدن أهل خير إلهي سبحانه وتعالى هو حمدي أن دت كاسي وأنا دت ير دت كنوع عاس قيبت الله بعد وحوي دت صلاة الصبح وقت جدي تكنيا لكن جمع مسجد كان كنت كنين كواسي ومقصرين ويقابيان والرقي قريها كنت كنين صلاة الصبح ويت كنين حلق هذا لكن مسجد وما صبحان تي توسان بقريه هذا أي صلاة دق دق كنت كنين دب يتنا هدوه كل أفطار أما هو لا ضيق صلاة كواسي ومقصرين وحين كقابيان جمعي فضل قبضنا وحوي ضد كاسينا وحوي فضل بضم بين نفطه وضعفية قيبت سدحات وعددك صلاة الصبح تكني يا مركي وقت يروح بحكدي ما نول وحيد كلام على عادي أصابح عادي النقطة نقب يوم النقطة ضد كاس خطر وين بكسوي ما حي لي وحو إلهي سبحانه وتعالى وجود يا ضد كاس عذاب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بلهي هو عذاب أصغنا ذلك هو صلاة ضوضاء وحوي المامة يكجع مني أنا علماء الحكومة المامة ساهون صلاة من وقت يدي كدي بنجيان صلاة كمتة جيان نحيي إلهي حول فويل للمصلين كوة تكني بلهي ضد كان صلاة كتجع معها ويتكلان لكن حل جدي بكدي بنجيان وقت يدي بتكلان صلاة مركع كوا سنة جودي أسي كتشي أنا كوا صلاة الصبح تكرني مركي على عادة الصبح أي وقت يا صوق الله ينعي قيمت أفراد وحوي كوا صلاة الصبح قبي أهم بقى أن تكرني صلاة الصبح ما بدت كذنب كوا سي وحكر ما بي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة النجا إيوم وحوي بين الرجل نك إيوم كفر يا ما قال لماذا وحاولنا حيّب ونقول عليه الصلاة والسلام صلاة ونكتر حديث كان نقول عليه الصلاة والسلام أنا جدتك وحنود حيّا صلاة أحد كان نود حيّا وصلاة قفك صلاة كتر وقالوا ونقول عليه الصلاة والسلام هذا أول الليل صلاة داس أنا إلى علمه قفك صلاة الصبح إلى الإله سبحانه وتعالى إلى علمنا سيدنا عليه السلام حديث سعى نقول المامة إلهي باكو إلى علمنا ما أنت صائدل ذمة إلهي إذا ما أنت سد كشرتاء يعهد جيس قفكي حتى أكون قدر رضا أما كدلمي إلهي باك حقا آري وهذا صلاة الصبح كنت تجمع مركب الله لي صلاة الصبح إن شاء الله تعالى أنا إلى لنه أنا سكا عشانه حاسس كاني عرورتين أن توسينه إيل كاني ولا لدن أن توسينه صلاة الصبح إن شاء الله تعالى جمعا كسو تكون مزايدا صوع مره ثم صلوا وسلم على من أمرت بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل